طبعا المنشد محمد عباس جزاه الله خير ابو ساره ترجم قصه ساره بكلمات وصوت مؤثر نشاهد اذا هو جاهز اعطونا نشاهده ثم نعود. فقدت والدها في الصغر العباد بالحزن وبالكدر عاشت هما واست أما الله لنا أمي اصطبري. قد جاء العيد ولا لعبة مذ مات أبيانا في كربة ألف الجيران مواساتي وتعاهدني أهل القربى. يا أمي لا تبكي أبدا فإلهي لا ينسى أحدا ورسول الله بنا أوصى لم يخلف حاشاه الوعدا. الطفل لوالده يشتاق قدر الأيتام قضى بفراق. سنطيع وصية سيدنا لنكون له في الخير رفاق. من للأيتام عساك فلا أبواب الجنة قد دخلا. من أحيا السنة وامتثلا واسى الأيتام وما بخلا. من للأيتام عسى كفلا أبواب الجنة قد دخلا. من أحيا السنة وامتثلا واسى الأيتام وما بخلا. سنطيع وصية سيدنا لنكون له في الخير رفاق. فقدت والدها في الصغر العباد بالحزن وبالكدر عاشت هما واست أما الله لنا أمي اصطبري. قد جاء العيد ولا لعبة مذ مات أبيانا في كربة ألف الجيران مواساتي وتعاهد. الله يجزاك خير يا محمد عباس ونسأل الله أن ينفع بهذه الجهود. طبعا إحنا الآن ما أخفاكم في هالعشر الفضيلة وأيضا اليوم ما شاء الله الخبر اللي هو نزول الرواتب الجميع الآن يعني الحمد لله من عليه الله عز وجل خاصة الموظفين بهالمال. ودنا نوجه رسائل مختصرة منا إحنا دكتور ماذا تقول لهم بهالعشر يعني؟ والله ما نقص مال من صدقة. يعني كل ما الواحد قادر يحوش زي ما احنا قاعدين نحوش لبيوتنا حاليا ونجمل بيوتنا حاول تجمل قبرك باللي تقدر عليه. كل ما كان معك اعمال صالحه كل ما كنت انت وكافي اليتيم كهتين في الجنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من افضل الايام اللي انت ممكن تصدق فيها من افضل الايام اللي ممكن تعمل فيها الاعمال الصالحه. فهذه فرصة عظيمة تنقذ يتيم تعمل كل الصدقات تعمل كل الخيرات في هذه الأيام والأيام الثانية. ففرصة عظيمة ربنا يبارك في الجميع إن شاء الله. أيضا فيه هذه استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام دعوته للإنفاق. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر الصدقة الجارية اللي هو الوقف. الوقف هو المقصود بالصدقة الجارية. فالله الله في هذه الأيام المباركة يعني الإنسان يسارع للخير يكتب من المبادرين إلى الخيرات يرفعك الله جل وعلا يخلف عليك خير. أسأل الله يتقبل الجميع إنفاقهم يا رب العالمين. أبو هادي الوصية أن نجعل لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى رصيد يضاعف لك وما قدمت لله فإن الله يخلفه. وابشر بالخلف من الله وخاصة في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الفئة اللي أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا لنقدم. آمين آمين. أبو محمد هو من أفضل ما يقدم الإنسان خاصة في هذه الأيام لأن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام يعني يقول النبي اللهم صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين يعني لا ننسى الحديث هذا يا أخوان. الله الواحد يبذل ما دام يستطيع ولو بالشيء القليل. أيوة ولو بالشيء القليل.
جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى ينمي الصدقة كما ورد في الحديث حتى تصبح مثل جبل أحد كما ورد في الحديث. فلنبادر في مثل هذه الأيام، لأنه الحقيقة يجتمع فيها يعني عدة يعني هذه الأيام الفاضلة، أيام الحج، وتتصدق فيها على اليتيم أيضا. يعني هذه كلها فضائل عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبروه أنهم يعني ذهب ثلثا الذبيحة وبقي الثلث، فقال لا، العكس، الذي بقي هو الثلثان، والذي سيذهب هو يعني اللي تصدقوا به هو اللي باقي، أما الذي بقي فهو الذي يعني لا يستفاد منه أو كذا. بارك الله المستعان. تفضل أبو محمد. أنت أشرت إلى موضوع مهم تو، أن الرواتب نزلت اليوم. وخير الصدقة الإنسان يتصدقها وهو غني، يعني لا يخشى الفقر، يعني يتصدق من كرم نفس. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحديث، قال وأنت تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني تتصدق الآن. وأنت تصدق على من الآن؟ تتصدق على الأخت هذه سارة، وعلى اليتيم، وعلى الفقير، وتضع صدقتك في وقف، فهو اليوم وغدا وجميع الأيام سيتكرر. ولهذا النفس الكريمة حينما تتصدق، لكن النفس الشحيحة اللي ما عندها لا تجد، الله يعذرها، لكن اللي عنده هو الذي يطالب. ولهذا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم نعمل ونبادر ونحث أنفسنا ونحث إخواننا كلهم. وهذه صدقة في أوقات فضيلة على أيتام، وعندك فضلة من مال، الحمد لله رب العالمين. الله يجعلنا وإياكم من الناس الكريم. إحنا قاعدين ندور على علاجات وندور على أدوية وكثير، لكن في كثير من الناس لما نقول لهم كيف تعالج تقول بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. أنت تبغى تنحف صدق، قول يا رب أنا قاعد أصدق إنك أنت تنحفني، يا رب إنك تشفيني. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بصدقة، بالنية مع الصدقة تنوي الله يشفيني ويعافيني. فكثيرين من الناس يروح مكة، يروح غير وما شاء الله يعتمر ويشرب من زمزم ويتصدق علشان يشفى من الأمراض. فهذه كمان برضو كمان لها أجر. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البيت.